عاطفي اللي أنا فيه. عشت مع زوجتي ملك، الله يرحم. كنت طفلها المدلل اللي مدللتني، والعشرة غير الحب، الحب ينتهي بس العشرة تكاملية، العشرة تظل تراكمية، شي فوق شي ينمو، تتصور في عيالك، تتصور في الصور. زوجتي يكفيني فخر اني كنت اطلع وياها الصبح، كل يوم الصبح نمشي نلف المنطقة نعمل رياضة، فكل معلومات البيت وأسرار البيت كنت نحط في مشينة، وأصير أعرف الصغيرة والكبيرة عن بيتي وعيالي وكل شيء. فلما زوجتي صار لها الحادث وانشلت، متى كان هذا أبو علي؟ بعد التحرير مباشرة. نعم. لما صار لها الحادث كنت أحطها على الكرسي، ما قطعت العادة. أنت تحطها على الكرسي؟ أشيلها، حتى الحمام أشيلها، أروح أدش تحت الدوش أسبح. كفيت ووفيت. أنا أعتقد أن هي أيضا عاشت ملكة يا أبو علي معك، ما في قلة من الأزواج حاليا يقدمونها. رسالتي، وما زالت صورها تملأ الدار. نعم، ما غيرت شيء، خليت كل شيء على حاله. هذا كله مو حب أبو علي؟ شوف، الحب إذا قلت حب قللت من شانها. الله. لأن الحب قلت لك ينتهي، إنما هذه عشرة. هذا الحب اللي كان عندي هي نمته بعطائها ليكون عشرة.